أقسم لكم بالله، آية في كتاب الله، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في الرزق، وما ترك عبد شيئا إلا أبدله الله خيرا منه، ما ترك عبد شيئا من حرام إلا أبدله الله خيرا منه. لذلك أيها الإخوة، بتقول في ظروف صعبة، في ظروف صعبة، بتقول الأعمال قليلة، أعمال قليلة، المكاسب نادرة، نادرة، في بطالة، في بطالة، قل ما شئت، ولكن هذه الآية تلغي كل هذه الأشياء. بأي ظرف، بأي وضع، بأي معطيات، بأي ضائقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعامل مع الله مباشرة، استقم على أمره، وارفع رأسك، وكن عزيزا، وقل يا رب أنت الذي قلت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأنا أسألك رزقا حلالا يا رب. بالدعاء والعمل والحركة والسعي. وأنا أخاطب الشباب، شاب يحتاج إلى ثمن بيت، يحتاج إلى دخل مستقر، يحتاج إلى زوجة، ليس له إلا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اكتب هذه الآية في صدر غرفتك، تذكرها كل يوم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين.